شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول أنه كيف يكون القرآن الكريم شفاء من الأمراض المعنوية، وقبل أن نتحدث في ذلك لا بأس أن نطرح هذا السؤال: وهو أن القرآن الكريم كما يكون شفاء من الأمراض المعنوية، فهل هو أيضا شفاء من الأمراض المادية أو لا؟ هنالك اتجاه يمكن أن نطلق عليه الاتجاه المادي. هذا الاتجاه يحصر الأمور كلها في نطاق المادة، ولا يؤمن
بوجود التأثيرات الغيبية، الأشياء التي نشاهدها في المختبر، الأشياء التي تخضع للملاحظة المختبرية، هذه الأشياء يؤمن بها هذا الاتجاه. أما أنه تكون هنالك أشياء غيبية، أشياء ماورائية، تأثيرات خارج إطار المعادلات الطبيعية، هذا الاتجاه لا يؤمن بها. نحن الآن لا نريد أن نخوض في هذا البحث، ولكن نكتفي بإشارة واحدة، وهذه الإشارة أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. حشرة، هذه الحشرة يخرج من بطنها شراب. لاحظوا ما ذكره الأطباء في المفعول العجيب لهذه المادة العسل: فيه شفاء للناس. كثير من الأمراض تشفى بهذه المادة: فيه شفاء للناس. إذا كان العسل فيه شفاء للناس، فهل نستكثر على القرآن الكريم أن يكون شفاء للناس؟ إذا كان عشب من الأعشاب وهو جماد من الجمادات، العشب من الموجودات الهابطة في سلم الوجود الإمكاني، إذا كان هذا العشب يمكن أن يكون شفاء للناس، هذه الأدوية التي نتناولها ما هي؟ كثير منها أعشاب صيغت بهذا الشكل، إذا كانت هذه الأعشاب يمكن أن تكون شفاء للناس، فهل من العجيب بعد ذلك أن تكون كلمة من كلمات الله فيها شفاء للناس؟ في حديث عن الإمام، لعله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، طبعا كل شيء له شرائط،
حتى هذه الأدوية التي نتناولها مفعولها يتوقف على شرائط، وإلا الدواء إذا ما روعيت الشرائط لا يؤثر أثره. الإمام صلوات الله عليه يقول: ما من شكاية أو ما من علة الإنسان المؤمن يضع يده على موضع الشكاية ويمسح على ذلك الموضع ويقرأ هذه الآية الكريمة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إلا وبرئ من تلك الشكاية بإذن الله. هذا مو عجيب، لأننا نجد نظائر ذلك في هذه الموجودات المادية المتواضعة. في حديث آخر، هذا الحديث مذكور في كتب الأدعية، إذا كان هنالك مؤمن يشتكي عينه أو إنسان يشتكي عينه، إذا يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، احتياطا إلى هم فيها خالدون، كما يذكر الفقهاء، إلا وبرئت عينه بإذن الله. هذا أيضا موجود في الروايات، والروايات في هذا الباب أن القرآن الكريم شفاء من الأمراض المادية، هذه الروايات لا تعد ولا تحصى. هذا دعاء النور الذي علمته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لسلمان، هذا إذا يقرأ على إنسان محموم: بسم الله النور، بسم الله نور النور، إلى آخر الدعاء. سلمان يقول: علمت هذا الدعاء لأكثر من 1000 نفس من أهل المدينة، فشوفي كلهم بإذن الله. يعني ماكو مانع أن كلمات الله، كلمات الرسول، كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم، أن يكون فيها شفاء من الداء. نكتفي بهذا المقدار في هذا البحث، وننتقل إلى موضوعنا، وهو أن القرآن الكريم شفاء من الأمراض المعنوية. نتحدث حول هذا الموضوع في فصول. الفصل الأول في خطورة الأمراض المعنوية. الأمراض المادية
لا يمكن أن تقاس بأي شكل من الأشكال بالأمراض المعنوية. الأمراض المادية محدودة التأثير، الأمراض المادية لا تستلزم بالضرورة دمار المجتمع، ولا تستلزم دمار الحياة، ولا تستلزم دمار الآخرة. يمكن واحد يتعايش مع المرض المادي، يمكن واحد يكون مريض ويعيش المجتمع معه بسلام، مؤمن آل فرعون، هذا موجود في الرواية، كان مكنع الأصابع، وعندما كان يخاطب قومه قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. بأصابعه المكنعة كان يشير إلى قومه ويخاطب قومه، وهذا ما منع أن يكون وليا من أولياء الله. أبو بصير الذي ورد في الرواية أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضمن له الجنة، كان أعمى، واحد أعمى والجنة مضمونة لا يؤثر. يونس ابن عمار، واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ظهرت في وجهه بقع بيضاء، إذا في موضع خفي من البدن يمكن واحد يتحمل، ولكن أن تكون هنالك بقع بيضاء في الوجه هذا شيء صعب جدا. وعاش هذا الرجل وكان واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه. مالك الأشتر، هذا الرجل العظيم، كان أشتر في شفته، المرض المادي تأثيره محدود، وربما لا يكون له أي تأثير سلبي في حياة الإنسان، ولكن الخطورة، كل الخطورة في الأمراض المعنوية. الأمراض الروحية، هذه الأمراض إذا توجد في إنسان تدمر حياته، تدمر حياة عائلته، تدمر حياة المجتمع، وربما تدمر العالم كله. هذا أثر الأمراض الروحية. الأمراض المعنوية، فرعون منو كان؟ رجل مريض، ربما من الناحية البدنية فرعون ربما كان سليما، ولكنه كان مريضا،
رجل غسال للأموات، هذا فرعون، كاتبين في أحوال، في المقبرة كان يغسل الأموات، وإذا بالتقادير تأخذه من المقبرة إلى سدة الحوك. الغرور، الكبر، التعالي، هذه كلها أمراض روحية. قعد على ذلك السرير، اللي قعد قبله على هذا السرير كثير، وجلس عليه كثير، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال: أنا ربكم الأعلى. دمر حياة المجتمع، قتل الرجال، بقر بطون الحبالة، استحيا النساء، وبالنتيجة وين كان مصيره؟ مصيره في الدنيا كان الغرق، أغرق نفسه وأغرق قومه، دمر حياتهم في الدنيا ودمر آخرتهم. هذا أثر المرض النفسي. نمرود منه كان؟ رجل مريض كان، كاتبين في أحوال، هذا مذكور في أحوال. نمرود رجل ملتقط، التقاط، ما عنده أبوه وما عنده أم، يعني ما كان هنالك أب وأم يشرفان على تربيته، من الشارع ملتقط. هذا الرجل المعقد المريض يصل إلى مكان يقول: أنا أحيي وأميت، ودمر نفسه ودنيا وآخرته، ودنيا قومه وآخرة قومه. هذا الرجل من هو اللي دنياه ويلاته وصلت إلى كثير من بقاع الدنيا؟ رجل مريض. الرجل المريض عندما يكون حاكم يدمر شعب معقد. العلماء يقولون الشخصية السوية في علم النفس، ما عنده شخصية سوية، إذا حاكم يدمر شعب، إذا موظف معقد مريض يتعب مراجعي، يأذيهم، عند عقدة حقارة يريد ينتقم من المجتمع، لكن ما بيده سلطة، ما بيده حكم حتى يقتل، يأذي هذا المراجع المسكين. إذا أب في عائلة يتعب عائلته، أكو بعض الأفراد عائلتهم معهم في تعب. النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه يقول: أنا خيركم لأهلي، خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الإنسان المعقد زوجته تعيش معه في تعب، عائلته تعيش معه في تعب، أولاده يعيشون معه في تعب. الزوجة المعقدة، الزوج ساعة قبل يريد يطلع من البيت، يريد أن يعود آخر الليل، حقيقة ما يتحمل. الإنسان المعقد، الإنسان المريض، المرض الروحي،
ربما الإنسان لا يشعر، لعل أغلب الناس، هذه حقيقة مؤسفة، لعل أغلب الناس يعانون من أمراض روحية، القلق مرض روحي، البخل مرض روحي، الإنسان البخيل هذا مريض، الاضطراب، الإحساس بالحقارة، هذه كلها أمراض روحية، وهذه الأمراض الروحية تدمر حياة الإنسان وحياة العائلة وحياة المجتمع. البحث الثاني أن القرآن الكريم، أحاديث أهل البيت أيضا امتداد للقرآن. القرآن الكريم شفاء من الأمراض الروحية ومن الأمراض المعنوية. الله تعالى في هذه الآية يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله تعالى في آية أخرى يقول: وشفاء لما في الصدور. شنو أكو في الصدور؟ الحقد، الحسد، حب الدنيا، البخل، هذه الأشياء التي في الصدور القرآن شفاء لها، وشفاء لما في الصدور. كيف يكون القرآن شفاء لما في الصدور؟ نشير إلى كلمة، وهذه الكلمة، هذه الأمراض المعنوية لها مناشئ، من أهم مناشئها حب الدنيا. القرآن الكريم يفتح للإنسان آفاقا أخرى. إذا الإنسان فتحت له آفاق أخرى، إذا عاش وهو يتطلع إلى أفق آخر، هذه الدنيا تهون عنده. انتوا لاحظوا الأطفال، احنا عندما ننظر إلى الأطفال، الأطفال يأنسون بألعاب، يتنازعون عليها، يضرب أحدهم الآخر، ليش؟ لأن هذا أفقهم، ذلك مبلغهم من العلم. لكن إحنا عندنا آفاق ثانية، نرى ما لا يرون، هذه الأشياء أصلا تافهة عندنا، حقيرة عندنا، أصلاً لا ننظر إليها. أولياء الله ينظرون إلينا بهذا المنظار،
عندما يشوفون إحنا الناس العاديين كيف نعشق هذه الدنيا، كيف نتكالب على هذه الدنيا، كيف هذه الدنيا تستأثر بأعماق قلوبنا، هالشكل ينظرون. إحنا في الواقع الدنيا أفقنا. إذا واحد يفكر في أفق آخر، يعيش في أفق آخر، هذه الدنيا تكون عنده حقيرة إلى أبعد الحدود. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الشهر شهره، يقول عند تشبيهات لطيفة في هذه الدنيا، هذه نظرة أمير المؤمنين إلى هذه الدنيا. الإمام يقول: وإن دنياكم هذه لأهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها. أكو هنالك جرادة وفي فمها ورقة، شنو قيمة هذه الورقة في نظرنا؟ شنو قيمة؟ ما أعلم، أصلا لا ننظر إليها. الدنيا كلها عند علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هذه قيمتها، ورقة في فم الجراد. كلمة أخرى، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وإن دنياكم هذه أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم. العراق يعني العظم اللي أخذ لحمه، عظم مجرد، هذا يقال له العراق بضم العين. أكو هنالك عظم لخنزير اللي النفس تشمئز منه، هذا اللحم مأكول، ماكو عليه شيء من اللحم حتى هذا اللحم يكون مغريا، وهذا العظم بيد إنسان مجذوم فيه داء الجذام اللي هو من الأمراض الخطيرة المعدية. في الأحاديث أكو فر من المجذوم، فرارك من الأسد. إحنا ما هو موقفنا تجاه هذه العظمة؟ نفر منها مو نتكالب عليها. هذه منزلة الدنيا عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في كلمة أخرى يقول: وإنما الدنيا كالسم يأكله من لا يعرفه. ماء ملوث فيه سم، ممكن طفل يجي يشرب هذا الماء، ولكن من يعرف حقيقة هذا الماء لا يشرب هذا الماء. وإنما الدنيا كالسم يأكله من لا يعرف. بهذه النظرة، بهذه الرؤية،
عندما تعرض الدنيا كلها على أمير المؤمنين صلوات الله عليه مقابل كذبة واحدة. أكو بعضنا حاضر أن يفعل كل شيء لمغنم مادي بسيط. تلك الدولة العريضة العميقة تعرض على أمير المؤمنين صلوات الله عليه مقابل كذبة واحد وسيرة الشيخين. الإمام يقول لا، ما أكذب هذه الكذبة. الحقيقة الإنسان إذا أوجد في نفسه هذا الأفق بالقرآن الكريم في هذه الأيام في هذه الليالي بهذه الآيات، واحد يقرأ القرآن ويتدبر ويفكر، إذا أوجد هذا الأفق في نفسه بعد الحقد لا يبقى في قلبه، الحسد لا يبقى في قلبه، الدنيا كلها تهون عنده في تلك القضية المعروفة. ذلك الرجل الذي خطب بنت الملك قالت له صلي صلاة الليل 40 ليلة. الإنسان الذي ناجى الله اختلى مع الله سبحانه وتعالى، ذاق لذة العبادة، الإنسان يجب عليه أن يوجد في نفسه هذه الحالة، أن يذوق لذة العبادة بعد يهتم بهذه الدنيا. صلى صلاة الليل 40 ليلة بخشوع وخضوع، ثم لم يعد إلى بنت الملك. بنت الملك هي التي بعثت عليه، ليش ما اجيت؟ قال في الواقع انا احببت بنت الملك عندما ما كان حب الله في قلبي، الان اللي حب الله دخل قلبي ما هي قيمة بنت الملك وما هي قيمة الملك؟ ذلك الحطاب اللي يبيع الاشواك ويعيش في خربة بين ليلة وضحاها أصبح الحاكم المطلق. قال للمسيح صلوات الله عليه أنت اللي عندك هذه القدرة، نقلتني من حطاب إلى ملك، أنت ليش ما تصنع لنفسك هذا الشيء؟ قال في الواقع إن العارف بالله وبدار كرامته وثوابه والعارف بحقارة هذه الدنيا هذا لا يرغب في هذا النعيم الزائل، هذه المتع المحدودة. نحن في هذه الأيام وفي هذه الليالي يجب علينا أن نحاول أن نستبطن أنفسنا، نشوف ما هي أمراضنا، منبع الأمراض حب الدنيا. نحاول بالقرآن الكريم وبالدعاء وبالذكر وبالصلاة
أن نقلع هذه الجذور من قلوبنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم للعبادة والذكر والدعاء والقرآن، وأن ننور قلوبنا بضياء القرآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.